السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد أوقاتكم أحبابي، أهلا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة محتوى الإنفوغراف في برنامج باوربوينت. ما رح نطيب المقدمة كتير، رح نبدأ مباشرة بالتوجه إلى برنامج باوربوينت وتصميم إنفوغراف جميل وبكل الإمكانيات رح نشتغل عليها هي من داخل برنامج باوربوينت. رح ننقر باليمين ومن تخطيط رح نختار الشريحة أول شيء فارغة، رح نتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال رح نختار شكل المستطيل ذو الزوايا المستديرة وبن مع السحب لأرسم مستطيل معي ولتكن بهذه المساحة. رح نقلل انحناء الزوايا حتى يعطيني الشكل يلي بنرغب فيه وليكن معنا بهذا المظهر. نختار للشكل يكون عندي بدون إطار وباخد منه ديبليكيت أي نسخة تانية. رح نغير لون التعبئة وليكن معي مثلا هذا اللون. رح أطبق الشكلين فوق بعضهم البعض، أضغط كنترول مع الشيفت ومن الزاوية بنقر مع التحريك للداخل بعض الشيء لحتى أحصل الآن على هذا الشكل. ممكن أضغط كنترول مع الشيفت الآن وبنقر مع السحب للأعلى لحتى أزيد المساحة بالمنطقة العلوية والسفلية مع بعض ويكون عندي فقط هذا الإطار. الآن بحدد الشكل الخارجي اللي هو باللون الأزرق، أضغط مفتاح الشيفت وبحدد الشكل الداخلي ومن دمج الأشكال رح نختار الطرح. بيكون حصلنا يا أحباب على إطار فقط لا غير، مفرغ مثل ما أنا شايفين بالضبط. راح أختار منه كنترول زائد دي أي تكرار، أطبق الشكلين فوق بعضهم البعض، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع التحريك لحتى أنا أعمل شكل تاني تمام بنفس المساواة وليكن معنا بهذا الشكل. راح نتوجه إلى قائمة الإدراج ومن أشكال راح نختار المستطيل وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل بارتفاع معين وليكن معنا مثلا بهذا الارتفاع وأتركه يكون عندي بمنتصف الأشكال. رح أخذ منه نسخة تانية وأتركها على طرف مؤقتا تمام. هذا الشكل الأول بختار الألو بدون إطار. رح أحدد على الشكل الأول اللي قمنا برسمه، أضغط شيفت وبحدد على المستطيل ومن دمج الأشكال رح نختار الطرح لحتى نعمل الآن هذا التقاطع بهيدي الحتة بالضبط. ممتاز، برجع بختار المستطيل الثاني ويكون عندي أيضا بنفس المسافة بالضبط ورح نكبر بارتفاعه شوي، أنا محتاج أبقي فقط على المنطقة العلوية تماما. الآن أحدد الشكل الأول هو هذا الشكل تمام، أضغط مفتاح الشيفت ومن ثم المستطيل وأيضا من دمج الأشكال رح نختار الطرح. ممتاز لحد الآن. رح نتوجه إلى إدراج ومن أشكال رح نختار المستطيل وبنكر مع السحب لأرسم مستطيل يكون معي بارتفاع بسيط وبنعمل روتيت لألوم تمام. خلنا نكبر شوي مشان تكون الأمور كلها واضحة لألنا. خلني أختار الألو أول شيء بدون إطار تمام، ومنزيد المساحة لحتى نوصلها إلى الطرف الآخر تماما تمام. والآن رح نصغر بالعرض حتى فقط لا غير، يعني نوعا ما حتى يكون معنا بهذا الشكل. ممكن تستعين بمفاتيح الأسهم لحتى نضبط الموضع بدقة أفضل. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج من أشكال، بنختار الشكل البيضاوي، أضغط شيفت وبرسم دائرة صغيرة بمساحة بسيطة يعني وتكون معنا بهذا الشكل. خلي يكون معي بالمنتصف، نحاول تكون عندي إياه تمام بالمنتصف، أختار بدون إطار لألهم تمام بمنتصف الشكل بالضبط، أضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لحتى أنا أكررها إلى الطرف الآخر وليكن معي أيضا بالمنتصف. الآن رح أقوم بتحديد كل هذه الأشكال اللي قمنا برسمها ونتوجه إلى تنسيق الأشكال ومن دمج رح نختار الاتحاد عشان يصبحوا معنا شكل واحد. أنكر باليمين ومنتوجه إلى تنسيق الشكل ومن التعبئة رح نختار تعبئة متدرجة وبضع أكثر من علامة لونية وليكن عندي ثلاثة وعندي كمان ثلاثة أو ربما يكونوا خمسة. الوضع جميل، تتحكم أنت بالعلامات اللونية بالطريقة يلي بتناسبك. خلينا أول شيء أختار اللون الأزرق الباهت، ربما يكون عندي بعض منه اللون الأخضر تمام، التالي يكون في عندي اللون الأصفر ومن ثم اللون البرتقالي ومن ثم اللون الأحمر. الآن رح نحدد الشكل اللي بختار منه كنترول زائد دي، أطبق الشكلين فوق بعضهم البعض وبتوجه إلى تنسيق الشكل وبنختار انعكاس عمودي تمام ومن ثم انعكاس أفقي، أضغط شيفت وبنكر مع التحريك لليمين عشان أعمل تكرار يكون معي بهذا الشكل بالضبط ويعطيني هذا الإيحاء الجميل
للأشكال. الآن بحدد الشكلين أو الجروبين أو الرسمتين وبعمل منهم كنترول زائد جيم وبتوجه إلى خيارات الظل ونبدأ بوضع الشادو أو الظل على الأشكال. رح نقلل الشفافية شوي ونزيد المسافة حبة تمام ونعمل شوي الضبابية لحتى نحصل على طريقة جميلة لعرض الظل بما يخص موضوع الأشكال. الآن رح نقوم بإضافة أيقونات معبرة عن أفكارنا. نتوجه إلى قائمة إدراج ومنختار أيقونات. منحدد ثلاث أشكال من الأيقونات، ثلاث أشكال يكونوا معبرة، وأضغط على مفتاح الإدراج حتى يتم إدراج الأيقونات. راح نختار الأيقونة الأولى بمكان معين، وعندي الأيقونة الثانية ومن ثم الأيقونة الثالثة. راح نحدد الأيقونات الثلاثة ومنختار تحويل إلى أشكال. بجي على أول شكل وبعمل جروب كنترول زائد جي، وبجي على الأيقونة الثانية كمان بعمل جروب مرة ثانية، وبجي على الأيقونة الثالثة وبعمل منها كمان جروب. بجي على أول أيقونة وبتوجه إلى تعبئة متدرجة بحيث تكون معاي بتعبئة متدرجة. خلني ألغي اللون الأصفر منها واللون البرتقالي ويكون معانا بثلاث ألوان أساسية وليكن تمام بهذا الشكل. بجي على الأيقونة الثانية كمان بختار تعبئة متدرجة، والأيقونة الثالثة أيضا تعبئة متدرجة. بإمكانك تحدد ثلاث أيقونات، أضغط كنترول مع الشيفت ونصغر حجمهم للداخل بعض الشيء. وأيضا من تنسيق الشكل ومن محاذاة نختار محاذاة إلى الأعلى لحتى يكونوا على رصافة واحد. وبعد ما قمنا بإدراج الصورة بالخلفية، لو شغلنا الآن العرض رح نشوف عندي لوحة جميلة لتوزيع الأفكار بطريقة رايقة وحلوة وتصميم انفوجراف بسيط بإمكانيات باوربوينت الجميلة. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم. ترجو عني كل خير وألقاكم على خير. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.